زين يا حلوين، أنا حور واليوم رح أسوي معاكم وصفات المشتركين، فحطوا لايك وخلونا نبدأ. الفكرة هذه تكررت كثير في التعليقات مع اختلاف بسيط في المكونات، فرح أسويها بالمكونات الأساسية المشتركة في التعليقات كلها. نقطع الخيار بأي طريقة تفضلونها، وبعدين رح أضيف عليه عصير نص ليمونة ودبس رمان وزيت زيتون وسماق وسمسم. رح أتركه على جنب كذا يتشرب الصوص، وبعدين رح أجربه. طعمه كان مرة لذيذ صراحة، حبيته كثير، وشكراً للبنات اللي اقترحوا علي الفكرة هذه، راح تكون إدماني الجديد وتستاهل 10 من 10. طبعاً أنا صراحة ما قد سويت سوشي قبل كذا، مع أنه أدوات السوشي موجودة عندي، بس أبداً ما فكرت أني أسويه، فحسيت الفكرة هذه مرة سهلة، عشان كذا راح أسويها معاكم. عندي الأرز الكوري الجاهز، فراح أسخنه في الميكروويف، وراح أضيف عليه شوية صويا وشوية زيت السمسم. رح أضيف في السوشي خيار، فرح أخذ الخيار قطع الأعواد، بس رح أفرغ البذور اللي بالنص عشان ما تطلع موية الخيار في السوشي. وكمان رح أضيف تونة، فحطيت عليها شوية شطة وشوية مايونيز. فرح أحط أول شيء الرز، وبعدين رح أحط عليه ورق النوري، وآخر شيء رح أحط الخيار والتونة وألفهم رول. أخذت كمية من البقسماط الياباني، وراح أحمرها على النار إلين يتغير لونها شوي. آخر شي راح أغطي السوشي بالبقسماط بالكامل، وبعدين أقطعه وأقدمه. طبعا كان مرة لذيذ صراحة، كان جدا يومي، وكنت مرة فخورة اني سويت اول سوشي، مع انه الشكل ما كان مرتب والقطع كانت احجامها متفاوتة، بس كنت مرة فخورة فيه. حسيت انه الرز ما كان متماسك، يمكن بسبب الصويا او بسبب الزيت، ما اعرف، لكن اكيد راح اكرر التجربة وراح اجري عليها شوية تغييرات على الرز، فراح اعطي الفكرة هذه 8 من 10. للفكرة اللي بعدها راح احتاج اندومي وزبادي، والمفروض اني اجيب ليز ماكس بس ما لقيته، فراح استخدم تسالي. الفكرة بكل اختصار انه نسوي الاندومي بالطريقة العادية، وبعدين لما نقدمه نضيف عليه الزبادي والشيبس، وبس نجربه ونشوف كيف راح يكون طعمه. سمعت كثير انه الاندومي مع الزبادي لذيذ، بس ما قد جربته، لكن الحين صدقت مرة لذيذ، والشيبس كمان اضاف عليه طعم مرة حلو. اكيد رح اجرب الفكرة هذه مرة ثانية، فرح اعطيها 9 من 10. الفكرة هذه حسيتها تشبه البانوفي باي، وغير كذا كل مكوناتها موجودة عندي جاهزة، فما راح تتعبني، عشان كذا حبيت اني اسويها. راح اخذ بسكوت واطحنه، وبعدين اضفت عليه شوية زبدة، وراح ارصه في صحن،
وبعدين راح اخذ الموز اقشره واقطع الشرايح. عندي كراميل جاهز، فراح احط الكراميل فوق البسكوت وبعدين ارص عليه الموز، واخر شي راح ازينه بالكريمة. رشيت عليه رشة كاكاو بودرة، وبما ان المكونات كلها جاهزة ومن البراد فما يحتاج اني احطه بالثلاجة يبرد، راح اجربه على طول. طعمه كان مرة حلو، بس حسيت لو خففت الكراميل شوي راح يكون احلى عشان طلع مرة حالي، فالفكرة مرة حلوة تنفع لما نشتهي حلا وما يكون عندنا وقت نجهزه. راح اعطي الفكرة هذه 8 من 10. اخر فكرة معانا اليوم هذا الحلا، عشان اسويه راح احتاج اوريو، راح اطحنه وبعدين راح اضيف عليه شوية قشطة وشوية حليب لين يعطينا عجينة متماسكة. بعدين راح اجيب شعيرية راح احمرها على النار مع شوية زبدة لين يتغير لونها، وبعدين راح اضيف عليها علبة صغيرة حليب مكثف. والطبقة الأخيرة راح تكون شوكليت، راح أذوبه بالميكروويف إلين يذوب تماما، وراح أسوي بعضهم بالشوكليت الخام وبعضهم راح أخلط الشوكليت مع شوية قشطة. راح اسوي بعضهم بنفس الترتيب اللي قالته البنت في التعليق، والبعض الثاني راح اعكس الترتيب عشان الشوكليت يكون اول طبقة. بعد ما نخلص الطبقات ندخله للثلاجة يتماسك ويبرد وبعدين نقدمه. اللي استخدمت فيهم الشوكليت الخام كان شكلهم مرة كيوت، حبيت مرة النتيجة النهائية وحلوين في التقديم. الاثنين كانوا مرة لذيذين، فراح أعطي الوصفة هذه 9 من 10. وبس كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قولوا لي ايش رايكم بالوصفات، وشكرا لكل البنات اللي يكتبون لي تعليقات فيها افكار حلوة ووصفات. لا تنسوا اللايك ولا تنسوا تكتبوا تعليقات حلوة زيكم، واللي ما اشترك يشترك وفعل زر الجرس. احبكم، اشوفكم بالفيديو الجاي على خير، مع السلامة.